حاجه بذمتك، مش عايز حاجه؟ ايه؟ اخ منك اخ منكش، انا عارفك، عارف انك مفلس وحالتك نيله عادي. طب تتكسف مني يا حنفي؟ صاليك ده اخوك يا جدع، تروح للغرب؟ ده انت تيجي تقول لي مسعود انا عاوز فلوس يا راجل عيب. ايه ده؟ مش تقول لي اذا سمحت، لا انا بقى في عشم، تيجي كده تقول لي مسعود انا عاوز فلوس. ايه ده؟ طبعا صوت عالي كده يوين يوين. احنا اخوات، صاليك وين عليا. طب مسعود انا عاوز فلوس. وانا عاوز برضو. ايه يعني؟ صالي ايه يا صالي؟ ايه طبعا الله عيب، تكسف مني انا، كذب مني. لا 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 ما كلميش يا حنفي. ما انا ما كذبتش وقلت اهو. لا ما هو لازم تقول طبعا، وانا كذبت انا كمان، ما انا كذبتش اهو برضه. طب انا ابط ايه؟ مش مهم بقى، المهم الحاله النفسيه. الحاله النفسيه يعني انت عاوز اوكي، انا عاوز اوكي، يا ريت تشوف حد يدينا وننهي المشكله. عاوز تاني ولا كفايه؟ لا متشكر، استنى متشكر، خد بس. لايكي.